ومع ذلك إبراهيم عليه السلام يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم، أعطهم معلومة وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة، وأنها قيعان، وأخبرهم أن غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل من قال ذكرا من هذه الأذكار الأربعة جعل الله تعالى له غرسا في الجنة.